ركزوا انه هذا مثل بلاد فيزل، لارج فيزل، اذا الدايمتر يكون هاي الثكنس وزياده، وسمول ارتري هاي ما دا اطلب من عندكم، وما راح اذا اريد من عندكم انه بس نعرف انه بلاد فيزل افكتد ان هايبرتنشن ويؤدي لنا الى السي ان اس فايندينج اللي هي موست اوف ذا امبورتنت ثينج، اللي هو ممكن يكون عندنا ستروك. ستروك اللي يصير ستروك يعني معناها ايش معنى الستروك؟ هو سي في اي بن سيربرو فاسكولار اكسيدنت نسميه، او الاسم الصحيح كتشخيص هو ستروك. ممكن يكون ديو تو هايبرتنشن، سم تايم انفاكشن اور هيموريج، يعني ممكن يكون عندنا انفاكشن وممكن يصير عندنا هيموريج. طبعا كاروتيد ارتيا ثيكنس وهاي التفاصيل ما كثير هم مهمه، اهم شيء عندنا مثل هايبرتنسيف انكيفالوباثي. يوجوالي ات از characterized by high blood pressure and neurological symptom. وهذا مثل يكون عندنا transient loss of consciousness and disturbance of level of consciousness, disturbance of speech, vision. ممكن يصير paresthesia. On examination راح نلقى عندنا papilledema and CT usually show areas of small dots or hemorrhage in the brain. Retina اللي هو retinopathy. طبعا الكوتن وول والهارد اوكسيديت والتفاصيل هاي راح ناخذوها بالديابيتس، ما كثير نركز عليها، بس نريد نعرف انه يعني كتفاصيلها. كوتن وول اوكسيديت يوجوالي اسوشيت ويز ريتينال اسكيميا اور انفاكشن اند يوجوالي فيد اور ديسابير ان فيو ويك. والهارد اوكسيديت small وهذا يكون deposition of lipid، وهذول نسميهم احنا dot hemorrhage. usually occur as in diabetes، يعني الهارد oxidate usually occur in diabetes. can occur in hypertension، فاحنا نريد نركز نقول انه cotton wool oxidate هو اللي associated with retinal ischemia، اكثر يكون بالhypertension. وبالديابيتس راح تاخذون مور ديتيلز، اللي راح يعطيكم هي محاضره كامله على اند اورجان دامج. طبعا الهارد فايندينج اون كارديوفاسكولار اكزامينشن يوجوالي راح يكون عندنا هايب، يعني الهايبرتنشن راح يؤدي لنا الى ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، راح نلقب الاي سي جي اند ايكو فايندينج اوف ال في اتش سيمي ال في اتش. Patients with hypertension are more liable for AF, atrial fibrillation, and usually severe hypertension can lead to acute left ventricular failure and acute pulmonary edema. Kidneys, أكيد راح يكون عندنا damage يعني long standing to the kidney to the proteinuria، مثل ما راح تاخذون بالديابيتس او اخذتم ما متاكد منه، فراح يكون proteinuria ورينال فيلر. الاهم اللي من هذول، اذا هسه احنا هذول التفاصيل مع الهايبرتنشن انكيفالوباثي رينوباثي كاردييك دامج، كلهم هذول فقط اريد نعرف النيمز اللي ما اريد ندخل بالتفاصيل. Malignant or accelerated hypertension usually هو اللي قلنا newly diagnosed or hypertension with end organ damage. Usually there is بالباثولوجي نسمينه fibroid necrosis، يعني necrosis of part of the tissue of the eye or the brain. وطبعا هذول راح يكون عندنا عادة تكون حالات تكون قليلة، بس ممكن تشخصها لازم نخليها ببالنا. بس الشيء الأهم ولازم نفوكس اون دائما اكو عندنا روتين انفستيجيشن ان هايبرتنشن، يعني اي واحد هايبرتنشن وي هاف تو دو ذيس اكزامينيشن فور هيم، يعني يورين اناليسيس اللي هي جنرال يورين فور بلاد البروتين اند جلوكوز، يعني اي واحد نيولي دايجنوز لازم تبعثه جنرال يورين اكزامينشن، تبعثه بلاد يوريا، لان اذا كان رينال امبيرمنت يصير هايبرتنشن. الكترولايت يعني راح طبعا الكترولايت حتى نستثني السكندري كوز اللي مثل هي بونز ديزيز
فكلهم هذول ممكن يؤدون انه يصير عندنا هايبرناتريميا هايبوكاليميا اند كرياتينين اللي هو one of the important factor in the renal impairment. هايبوكاليميا الكلوسيس usually indicate hyperaldosteronism or sometime يعني إذا لقيت هايبوكاليميا ممكن due to hyperaldosteronism بس ممكن due to diuretic. Blood glucose مهم جدا إنه شخص إنه المريض عنده diabetes or لا. And total cholesterol and HDL is very important يعني lipid profile مهم جدا. وأول من الشخص ECG مهم جدا 12 lead ECG حتى نشخص left ventricular hypertrophy or coronary artery disease. إذا هذول الليست يعني ممكن يجيكم MCQ like the following are protein investigation هم دولة الشجر البلد يوريا الكرياتينين الكترولايت ECG and glucose and lipid profile هذول هذول روتيني. الأذرز اللي هي in selected patient يعني selected مريض مثل عين نطي أدوية وما يستجيب للعلاج إذن هذا لازم ندور على أسباب الأخرى اللي أو مريض عن شوكو ديسنية وهاي فممكن أنه عنده أذرز يعني مثل chest x-ray ambulatory blood pressure قلنا ده واحد عن شوك عنه white coat hypertension echocardiography echo يعني إحنا شفته الـ ECG هو روتيني بينما الـ echo it is in selected patient renal ultrasound هم in selected renal angiography also to exclude renal artery stenosis catecholamines حتى نستثني لا في كروموسايتوما يعني urinary catecholamines urinary cortisol هاي حتى نستثني Cushing syndrome plasma renin activity to exclude primary aldosteronism. إذن كل هذول هم in selected patient not routine. Treatment طبعا يعني هذه النقطة nothing emergency هاي مهمة الرول يعني nothing emergency in hypertension unless there is an end organ damage يعني ما نريد نستعجل بدء التريتمنت لأن من بدينا التريتمنت it is not easy to stop it يعني مريض إذا شخصنا أنه hypertension بدينا له التريتمنت يعني تقريبا حكمنا عليه أنه this is chronic ولازم دائما ما نستعجل ف unless the patient has severe or malignant hypertension ما نستعجل به طبعا نحتاج period يعني إذا مريض لقيته severe إيش نقصد به 180/110 إذا لقينا أكثر من هاي نبدي treatment ما ننتظر إذا لقيته أرقام أقل وما عنده end organ damage الخمسة اللي قلناهم هذول retinopathy nephropathy neuropathy هذول ما راح نستعجل من نبدي اوكي طبعا الادفايسز نبدي بالادفايسز عندنا الفارماكولوجيكال وهاي الادفايسز هي راح تكون اذا تلاحظون هاني عندنا target blood pressure usually target ايش نقصد احد من الطلبة عنده فكرة ذاك اليوم حكينا ايش نقصد بالtarget blood pressure طلبة دكتور يعني نحن غايتنا ايش قد نريد ننزل على احنا شريد احنا شريد يعني انا هسه المريض يجيني هذا السؤال دائما نستنونه اياه يقول لك دكتور انا ايش قد المفروض بلاد بريشر مالتي اوكي فالمفروض يعني السيستوليك هو اقل من 140 والدايستوليك يعني اقل من 85 اوكي بس بحاله منو اللي يريده اقل بعد التارجت مالنا حالة الديابيتس يعني diabetic patient أحتاج إنه blood pressure 130/80 حتى ينزلون أكو كتب عنها 125
يعني ايش قد ننزل البلد بريشر من diabetic patient is better. اوكي، فالتارجت مالنا يوجوالي هو انه 140 over 85 and less، بينما بالدايابيتيك خاصة أو إذا مريض عنده رينال امبيرمنت هذول الريد التارجت 130 over 80، يعني نزلنا تقريبا 5 بالسيستوليك و 10 عندي 5 عندي دايستوليك 5 مليمتر ميركوري ان دايستول and 10 عندي سيستوليك. الامبلوتري يوجوالي هو اللي 5 إلى 10، يعني دائما القراءة هي تكون 5 10 سيستوليك and 5 مليمتر ميركوري lower than the clinic، يعني القراءات تكون أقل بالأمبلوتري. هذا اللي أريد يعني ننوه عليه، إنه أمبلوتري دائما القراءة تكون أقل 10 مليمتر and 5 مليمتر in diastole. طبعا هاي المهمة جدا، most of hypertensive patient usually requires combination of antihypertensive. يعني أنا هسه إذا خيروا مريض يجيني فرضا عياخذ له ليزينوبريل، ليزينوبريل هي من جماعة أي جروب أحد يعرف من عندكم؟ ليزينوبريل، إينالوبريل، أنجيوتنسين كونفرتيد أي سي إي إنهيبيتورز. أوكي، هذا إذا مريض عيجيني عاد نعطينه 200 ملي جرام، حتى إذا سوينه 20 ملي جرام ما يزيد، ما راح يعني يزيد الأكتيفيتي مالته. فايش راح نعمل إحنا؟ أنا أفضل ودائما ما أنا يعني هي الدراسات نفضل إنه نستخدم كومبينيشن ثيرابي، يعني ناخذ ال one medication نضيف له أذر غير جروب، يعني نضيف له مثل كالسيوم شانل بلوكر، هاي دائما مفضلة. most of hypertension patient ما يحتاج يعني استاتين واسبرين، ومهم جدا انه نسيطر على الدايابيتس. هاي الريكومنديشن العامه اللي اريدها بالهايبرتنشن انه شنو هي؟ انه نحافظ على البودي ماس اندكس بين 20 و25 اللي هي نورمال، نفضل ايروبيك اكسرسايز، واللي هي شنو ايروبيك اكسرسايز؟ 30 دقيقه مشي، يعني brisk walk most of the day of the week، يعني خلي يمشي مشي طويل، يعني مو بس مشي سريع 30 دقيقة يوميا معظم أيام الأسبوع. الدايت طبعا نقلل السولت، نقلل الكحول، نقلله السيجاريت سموكين نقلله، كل هذول اللي advices يعني كلكم تعرفوها، يعني في دهون اللي فاتي ميل السولت الكحول، ونقلل ايش قد نطيق نكثر من الخضروات والفواكه، يعني دول ممكن جدا مفيدين لنا. بينما اكيد يعني avoid cigarette smoking and increase oily fish اللي هو اوميجا 3. هذا الجدول اذا تلاحظون ركزوا وياي الطلبة اذا تشوفونه is very complicated. اوكي، هذا ما مطلوب من عندكم كثيوري، يعني أنا ما راح أجيب لك أقول لك write a diagram on how to manage a patient with hypertension، بس جبته حتى تعرفون شلون يعني الأمور شلون راح نوزنها. يعني من وياه يقدر يركز من الطلبة أحد من عندكم؟ آه دكتور. أوكي، يعني هسه إذا مريض جاك 180 over 110. نعم. هذا يوجوالي ايش تتوقع نبدي له علاج بسرعه لو نتاخر عليه؟ لا دكتور، نبدي له علاج نبدي بس انه يعني ما نست يعني اذا اكو اورجان اند اورجان دامج راح مباشره نبدي، اذا ما اكو اورجان دامج خلال ايام راح نبدي له. اوكي تمام. بينما نجي لمريض قال يعني اذا مريض هنرجع على الجدول البدايه، اذا كان ابر نورمال اللي قلنا الابر نورمال بس نقول له reassess in 1 year. اوكي، يعني يتشيك خلال سنة إذا واحد كان أبر نورمال. هسا هذا الديجري وهاي الديجري هي شنو هي؟ grade 1 and grade 2. فالسيفير نبدي وgrade 2 and 3 العفو grade 1 and grade 2 هذول راح يكون نسوي له assessment. يعني هذا الجدول أنا قلت لك ما أطلبه من عندكم،
فراح نشيكه اوفر 6 ويك، هنا 12 ويك، وهنا نشيكه اوفر 4 ويك، واذا طلعت قراءات وكذا وهذا الى ان نقرر انه نبدي لو ما نبدي. اذا تلاحظون انا بس الفكره كله من هذا الجدول انه ما نستعجل تو ستارت، it is not be hurry to start medication. اوكي ليش؟ يعني من بدينا الميديكيشن معناها شنو؟ معناها انه حكمنا على المريض انه this patient is hypertensive. اوكي فايش قد تطيقون نركز انه المريض نبدي ما نستعجل to. it is not hurry to start a medication. هذا الجدول ما مطلوب من عندكم يعني كحفظ، بس مطلوب كاطلاع حتى تعرفون شنو الامور. هسه هذا همين احد اريد من عندكم يركز وياي، هذا how to start أو how to select anti-hypertensive. هذا السؤال مهم جدا، دائما الطلاب والناس يسألون شلون نختار anti-hypertensive. طبعا معظم يعني الدراسات الأمريكان سكولز تقول كل واحد، كل مريض هو individualized، يعني كل مريض هو بحد ذاته نختار له، يعني نختار له الدواء اللي يناسبه. بس اللي الانجليش سكول او نايس جايدلاين كان حدد الايج 55، يعني ايش قد العمر نجي عمر المريض، ات از يانجر ذان 55، اقل من 55، ايش نبدي له؟ اي ايش نقصد به؟ اي اما اي بي سي، يعني اي اللي هي طبعا اي وبي وسي ودي. الاي هو انجيوتنسين اور اي ار بيز، يعني ارابس يعني نسميه، اللي هو انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. اوكي فاذا المريض اقل من 55 ايش راح نبدي له؟ اي. اوكي اذا المريض كان 55 اور اولدر اور بلاك بيشنت، طبعا بلاك افريكان ما يشتغل عليهم الاي سي انهبيترز. اوكي فهذول ايش راح نختار لهم؟ سي اور دي. سي شنو؟ كالسيوم شانل بلوكر. خوش، اللي هو مثل أميلوديبين، دلتيازم، فيرباميل. أور دي شنو هو؟ دايوريتيك. إذا المريض أول مرحلة هاي ستيب 1، إذا تلاحظون ستيب 1 أما نبدي له أي أو نبدي له سي أور دي. أوكي ستيب 2 إذا المريض كان بدينا له أي وما تحسن شو راح نضيف له؟ نضيف له سي أور دي. إذا كان بدينا له سي أور دي إيش نضيف له؟ نضيف له أي. فستيب 2 هو إيش راح يكون؟ أي زائدا سي أور أي زائدا دي. أوكي وياي؟ وياك دكتور. وياي. ستيب 3 يعني المريض ما يستجيب على هاي العلاجات، إيش راح نعمل؟ نجيب الأي والسي والدي كلهم راح نخليهم. إذا الأمور مشت أوكي، إذا المريض not response إيش راح نسوي؟ step 4 راح نضيف له others اللي مثل نضيف له ألفا بلوكر، بيتا بلوكر، أكو direct vasodilator، central acting، كل هاي ممكن إنه نحاول نضيفها. إذا الستيبس هي 1، step 2، step 3 and step 4. هذول يعني معظم الحالات راح نعالجهم 80 90% راح تفض بهاي العلاج. بس إذا واحد من عندكم أحد يطيق يسأله يقول أنا مريضة عنده عمره 60 سنة إيش راح أبدي له؟ فتقول مباشرة يا أخي أبدي له لو كالسيوم شانل بلوكر لو دياريتيك. إذا مريض ليانج 40 30 35 راح نقول له أي سي إنهيبيترز أو أي آر بيز. إذا مريض نوت ريسبوندد نضيف له كالسيوم شانل بلوكر أو دياريتيك، وبالعكس إذا كان هون كالسيوم أو دياريتيك راح نضيف له أي سي أو أي آر بيز. هذا جدول آخر موجود عندكم، هذا الجدول يعني فقط للاطلاع بليس. أوكي بس راح ينطيكم، أنا اللي جبته لأن صراحة hypertension is very important، فهنا راح ينطيك كل واحد في condition اللي نفضلها ونختارها يعني ويا common side effect. يعني مثل alpha blocker very important side effect ما لا يعمل إنه postural hypotension، معروفة هذا أكثر شيء هذا. أوكي وين نستخدمها المفضلة؟ إذا مريض عنده فرض مريض هايبرتينشن وعنده بناين بروستاتيك هايبرتروفي فنطينه ألفا بلوكرز اللي هو داكساسين برازاسين أدرز اللي كلهم هذولا.
الدستيرون انتاغونست اللي هو يعني سبارين لاكتونز يوجوالي همين اللي انفضله منه اللي عندهم برايمري هايبر الدستيرونيزم. انجيوتنسين كونفرتد انفضله باللي عمره اقل من 55 واذا كان كوكيزيان يعني ما كان بلاك وإذا كان هارت فيلر أو ليفنتريكال ديسفانكشن مايوكارديا اسكيميا. إذا كل واحدة راح نشوفه هذا جدول يمكن خليت لكم إياها every details. هذول معظم الحالات اللي تواجهكم. يعني أنا صراحة الهايبرتينشن من الكومن سبجكت أوكي، فنحاولت نعطيكم شوية details أكثر من المطلوب من عندكم حتى يصير عندكم المان بالموضوع. أنا أستبيدنا 10 دقائق أو ربع ساعة بالدسكشن إذا عندكم questions. أوكي، يعني أي واحد عنده سؤال خليه يتفضل. هذه المحاضرة طبعا هي الكونتينت، هاي المحاضرة أنا حاولت إنه ما أخرج عن الكونتينت اللي أعطيناكم إياها بمحاضرة اللي مسائية. يس اوكي، من السؤال حكى بالنسبه للتارجت مالتنا قلنا 140 على 90، يعني نحن بعد العلاج ايش قد مده نريد ننزله هذا؟ طبعا هو احنا قلناها اذا ماكو اند اورجان دامج دكتوره هسه انا قلت لكم ما عندنا مشكله، يعني حتى اذا 1 ويك 2 ويكس. طبعا معظم الانتي هايبرتنسيف تحتاج خاصه الاي ار بيز يعني الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، تعرفون منها امثله مثل فازارتان كانديزارتان ايربيزارتان، هذول السدراج هم تقريبا اللي عم نستخدمهم اكثر ادويه. هذول دائما يحتاجون وقت لما ما يشتغل، يعني يحتاج له 1 تو 2 ويكس لما ما يعني معظمهم 2 ويكس يلا فول دوز يشتغل. فانا ما استعجل علينا اوكي، يعني مريض جاني فرضا 170/190 اعطيته هذا التريتمنت واي اسس هم مثلا 2 ويكس وجاني بعده البلد بريشر 160/100، إذن أقول له أدفايسز أكثر وأقول له رجع لي 2 ويكس حتى نقرر أنه نقدر أنه ننزله. إذا ما إذا كوينت أورغان لا، هوني راح نستعجل أنه ننزل. وطبعا من ننزل بالأورغان دامج ننزل يعني 1/3 ما ننزله إلى نورمال. يعني إذا واحد السيستوليك فرضا 180 أو 100 أو 200 فرضا نعطيكم رقم سيستوليك ما نزلوا إلى 120 راح نزلوا إلى 160/70 وكفي. ليش؟ لأن ما ريدوا، لأن هذا كان يتعود على الهاي بلد بريشر لازم ننزله سلولي نطرع بثنين أوكي. فالتارجت أورغان دامج نأخذ نعطي وقت ما عندي مشكلة، حتى إذا ماكو تارجت أورغان دامج راح نأخذ وقت أسبوعين ثلاثة شهر تؤسس وانت أسس ديفيشن. هو الهايبرتنشن يعني كرونيك ديزيز، يعني لازم المريض ادابت وذ ات وانه افهمه انه نحتاج الوقت حتى نتابعه، يحتاج له كلوز فولو اب. يس بعد دكتور، اذا كان شخص عنده هايبرتنشن وقراءته ما ثابته، مره يكون عالي مره يكون منخفض، كم قراءه نعتمد عليه حتى نحدد انه عنده هو هذا النقطه. هذول طبعا انا يعني احنا كنواجههم انا كمشكله كثيره واواجه مرضى يجوني هو fluctuation نسمينه fluctuation of the blood pressure. هذول المرضى عادة أنا يعني أكثر شيء أوعزه للستريس، أنا كملاحظة شخصية يعني stressful pair يعني persons they are liable to be fluctuated. أنا صراحة أركز إنه أعطيهم بيتا بلوكرز أكثر شيء هذولا، يعني خلي بالي ونخلي بالنا ممكن نحتاج شنو ambulatory blood pressure. ambulatory blood pressure هذا 24 ساعة راح يراقبنا المريض، هو نايم هو قاعد، فكل الريدنج راح تطلع عندنا ونعرف انه احنا ايش قد هذا المريض، يعني هل انه كانت قراءاته صحيحة او مرات المريض يقيسه ممكن wrong reading. فاحنا لذلك نحرص انه نكون نتابعه ونتأكد من عنده. بس عادة أنا كملاحظة هم دول المرضى اللي يكونون أنكشياس. طبعا نستثني منهم اللي فيه كروموسايتوما، فيه كروموسايتوما ايش راح يكون المرضى عادة؟ يجينا قش، يعني مريض يجيك فجأة هوت سويتي تكيكارديا بابيتيشن يجينا يوم يومين ويرجع رجع طبيعي أوكي. هذولا يعني هذولا فيه كروموسايتوما نخلي بالنا، يعني اذا اكو هيك فيتشر. بس معظم المرضى هم مو فيه كروموسايتوما، يعني تخلون ببالكم، لا بس خلي ببالك انه not to be forget فيه كروموسايتوما. يس بعد any question؟
دكتور نعم والبيتا بلوكر اللي نعطيهم يعني بس فقط من يرتفع الضغط ولا يعني دائما؟ لا دائما هذول هم قلنا الانرجياس والهاي يفيدوهم انه نعطيهم سمول دوز بيتا بلوكرز الى ان اندرلاين يعني فرضا راح اعطيكم مره مرضى يجيني هسه مريض كان مثل زوجها توفى مريضه تجيني بدا يصعد ضغطه يعني انا اتوقع خلال 3 اشهر الى 6 اشهر راح تبدي ادابت للسيتويشن صح لو لا؟ فتبدا ترجع على حياتها طبيعي فانا اتوقع هاي الفتره 3 تو 6 مانث ممكن نحتاجه هذا اوكي حتى نشيكها ونقول لها ري اسيس ان فيو مانث يعني اللي اتوقع ستريسفول عاده ترانزيت نتوقع نعطيهم ميديكيشن اوكي بعد دكتور يعني هاي العالم هسه جاي يروحون للصيدليات ينطونه يعني مرتفع الضغط مالته ينطونه لازكس اوكي لازكس هل هو امرجنسي دراج هو فعال او لا اوكي الامرجنسي دراج لازكس هو طبعا ما بينه اي امرجنسي دراج يقلل بس از فيري سلو اكتنج يعني وطبعا ما مذكور ضمن الدراج اللي ينزلون يعني احنا الدايريتك من نذكرها نذكر الهيدروكلوروثيازايد هو اكثر واحد واحسن واحد اوكي الدراج اللي نستخدمها بالهايبرتينشن امرجنسي هو هسه مذكور عندكم بالمحاضره ذكرتها يعني الهيدرولازين مثل اللي راح نحتاج نيتروغليسيرين اخذتوه بالانجينا اوكي هو نفسه الامبول كان بي يوز از امرجنسي هايبر otherwise هذا رونج يعني هذا طبعا اكو دراسات تقول انه يعني لازكس ممكن يسوي لنا بارادوكسيكال اليفيشن اوف ذا بلاد بريشر يعني فلا لا تمشون ورا هاي هذا خطا يعني لازكس هذا خطا اذا اضطريت او عطيته اذا ما عندك اعطينه اي في شويه ينزل البلاد بريشر بس ينتز تورك انه تورك انه بارادوكسيكال ومرات احنا صراحه بالهايبرتنشن نلاحظه السايكولوجيكال له دور يعني المريض ممكن انه فالطبيب هون راح يقول له دور يعني انت اذا خوفت المريض شنو هذا ضغطك كثير عالي هذا شلون متحمله راح دير بالكم يعني تستخدمون هاي المصطلحات هذول يدمرون المريض في مره فممكن ينهار وكولابس فانت شو تقول له كله بسيطه الضغط اوكي يسيطر عليه ضغطك ما بي خطوره يقول لك حتى لو 17 ولا 17 على 9 ما اعتبره بضغط متوسط مو شديد وبالعلاج او ممكن انه بالاكل وبالهاي راح يبدا يتحسن يعني هاي دور الطبيب احنا دورنا اوكي بعد اذا عندكم اي كويستشن اوكي احنا طبعا ما دام ما عندكم نهايات الكورس طبعا يعني كم اسبوع داومتوا بهاي الكورس الجديد 3 اسابيع نعم دكتور 3 اسابيع يعني يوم الاحد انا اسعد اطلع الجدول احد القادم هو 13 راح يكون هذا الرابع نعم. وبعده 20 هو 20 الخامس هذا الخامس و27 السادس اوكي و4 7 4 تموز السابع نعم و11 تموز راح نتوقع هو هذا راح يكون بيه الامتحان زين يعني اذا 18 هي ليله العيد يعني تقريبا تمام دكتور اوكي فاحسبوا حسابكم انه 11 تموز امتحانكم احسبوا حسابكم كل يعني اوكي كل بقيه يعني الكورسات انا اتوقع يعني ما منطقيه انه نبقى تقول 18 يعني ما منطقيه صراحه لا دكتور اصلا راح يقربهم من امتحانات الفاينل يعني فيفضل انه اشقد من وقت الامتحان احسن اوكي يعني انا ببالي منها سرتب الامور على 11 في الشهر اوكي ان شاء الله إذا الله شاء أوكي الله كريم يلا بالتوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور أهلا نيكس ويك دكتور علي ستار راح يأخذكم يوم الاثنين أول محاضرة نعم مكان دكتور علاء خلص دكتور علي ستار راح يأخذكم الاثنين والخميس الأسبوع اللي بعده أنا راح أخذكم هم الخميس ساعتين أوكي. دكتور نبيل قال على مود إنه يريد ينطينا الدايبتس محاضرتين يوم الاثنين القادم فما أعرف يعني ترتبها معانه
ما بلغني، إذا بلغنا عادي نعطيكم إيه، خلي أخذها محاضرتين ما عندي مشكلة. نبلغ دكتور علي على الخميس يبقى بس. تمام أوكي. بس الأحد نتواصل. أنا أبلغ دكتور علي ودكتور نبيل نتخابر، ما عندنا مشكلة. إن شاء الله دكتور صح. ماني فهمت. شكرا.